عيش الخزانه كامله باش تخدم هنا ديال 14 دينار. إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة. يا ربي السلامة متابعينا الكرام، فهاد الشيء خطير، واحد المجرم قتل الأم ديالو بوطة المصور أزيالة وخالته كذلك حالة يرتاب. بقوا معنا متابعينا الكرام. حاجة شتي عندك تخشي عندك شتي عندك هذا؟ السلام عليكم. السلام. شنو وقع الحاجة؟ وقع لي في بلا كنت ماشي ساكنة في المحل، وهذا خينا جا عندنا يدخل يسعو مني، علاش ما بقانا نشد المحل، نشد المحل، ما بغاش نخرج منه، ما بغاش يسعر يسد بنت ولدي، ما بغاش يخسرها حاشا ولدي، ما بغاش يخسرها، ما بغاش يخسر لي بنت ولدي. حضري سيري كمل هنا اريليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف هذا السيد رمضان، درت شكاية الأولى، درت شكاية الثانية، درت شكاية الثالثة، البوليس والو بغاو يداخلوا. كيقول مشكل ديالو قال لي اغتصبك بنتك. مشكل الثاني قال لي خرجي من محالك. مشكل الثالث كيقول له أنت اللي مداخلة في هذا الشيء. علاش هاد الانسان يقتلنا؟ علاش اليوم انا خرجني من محالي، خرجت كريت 28 وما فتاقتيش، وخدامه عند العيالات، نهار نخدم ونهار ما نخدمش. مع الجيش دخلت هاد الناس كلاو شربوا، خرجوا لمحالهم، باركه كتاكل السيده تجا قال انت امي، قالت لي انا امك، قال انت امي، قالت لي انا امك، قال لها حاشا ولا واش انت امي. سد عليهم الباب وبرك يقتل فيهم بالبوطه، كيقتل فيهم بالبوطه بحك ديال بايكو، بوطه صغيره وبالحك ديال بايكو كيضرب فيهم مور راس، خشى فيها جوج سفافد في راسها. هاد السيد الا خرج مره اخرى غيدير كثر. بنتي انا تلاحت في الكومه، راه وريتها لك، خرجتها من الكومه من السبيطار وهبط عند البوليس وريتهم تصاور، والبوليس ولاو بغاو يداخلوا ما داخلوش، كيغر الناس بجلابه كيصلي، كيقول لهم انا كنصلي، كيضرب الجامع ثلاثه مرات. هاد الانسان المره اللي قال الشكايه الاولى قال لي يا بنتك دير خمار، وانتوما ديروا الخمار، حاشا ولله قال لي انتوما واش كتصليو، انتوما شياطين، اللي قتل كيموت شهيد، انا نقتل امي غنموت شهيد. ولكن هاد الانسان علاش؟ هذا هو الجزاء ديالنا، هذا هو الخير ديالنا، كنوكلوه كنشربوه في الاخر يقتلنا، وخرجنا من محالنا واش 20 عام. السيد اللي قتل هي الام ديالو، امو، وهذه خالته، انا مرت ولد خالته، سمعتي انا مرت ولد خالته، خرجني من محالي ما فتاقتيش يا عباد الله، ما فتاقتيش. والبوليس مشيت عند امي من رمضان، بد قدامهم كان الحجر الصحي، وقلت لي الشاف عافاك، انا غنبات لو ما تدخلنيش حساب الحجر الصحي كانوا كيدخلوا، قال لي يا باتي. ها اربعه علاش هاد البوليس ما يدخلوا قبل ما شوف يدخلوا قبل ما يقتل امو. ما كاين ما خدمنا والو في هاد البلادات. بلاتي بلاتي يدخلوا قبل ما يقتل امو، يدخلوا. هو كيفاش كان كيتصرف معكم هنايا؟ كان كيتصرف معنا خايب، كان كيتصرف معنا بالقتل، كان كيتصرف كيدوي واحد جوج كيضرب مو بضربه مقله، ها هو ولدها يقول الحقيقه اللي كاينه. ها هو هذا منعته دريه صغيره عندها عمرها 8 سنين، سمعتي 8 سنين عمرها، خطفت مرت وداتها لعندي، خرجت كريت جات لعندو قالت لي مرت، قالت لها سيري جيبي وراجك ولادك. ما كيداوي حتى شي مرض، ما كيداوي حتى شي مرض، كيصبن كيعوم كيغسل كيمشي للجامع كيبيع ويشري بكامل عقليته. داكشي متبع ديال الارهاب، الشياطين كيقول لنا انتوما شياطين، انتوما شياطين. جابوها تصوت، جات امي تصوتت، جا راجل اختي هو وتصوت، شاف داك المنكر وما سكتش عليه وتصوت. ها هما لا كانوا الناس، ها هما كاينين الشهود، الا قال شي حد لا يهز صبعه، الا قال لك لا ما كاينش هذا الشيء يهز صبعه ويقول يا كذبتي هذا الانسان وانا نتربى. الا قال لك البوليس ما قايش ما هي ما حضر ما هي جوج نتربى انا. إلا قالك ما كاينش الشواهد. أنت باش كطالبوا كالعائلة ديالها؟ أنا كنطالب منه هذا يتعذب كيما عذبنا، بغيت الإعدام، بغيتو تعدم، قتل ميمتو. عاش محمد السادس، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس، بغيت الإعدام.
لابسوا جيران. شكون الجيران اللي قراب لي واش كينعس؟ عيطي لي على هذوك الناس واش كينعسوا؟ عيطي لي على هذيك المراه واش كتنعس؟ حتى واحد فينا ما كينعس. الناس ناعسين في ديورهم، وحنا انا ناعسه في كوميساريه، الناس ناعسه في دارها وانا ناعسه في الجامع، الناس ناعسه في دارها وانا ناعسه. انا ما فطرتش ولا قلتي دخل للدار الماكله ديال الضوم هرسه. مبابي تهرس، ضربنا، صوتنا، خرج عليهم في الاخر بغا يشد لي بنتي اغتصب. علاش؟ علاش هادشي؟ علاش؟ زاد ديالي كاين هاد الناس. هاكي اختي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا الجاره ديالو وحاضره في هذاك النهار. شنو نقول لك؟ جريمه بشعه. ماشي حاشا واش تكون مو هاد الانسان ماشي ادمي، شي وحش لا طحتي في يده ما غاديش يعامل مو بهذيك الطريقه، واخا طيح في وحش في الغابه غادي يرحمها. الام ديالو كانت سمعتوا حنا الجيران ديك الساعه قضاها فيها الجريمه. وتصور معايا كيقوم عليها الصلاه، ملي كيضرب كيسالي كيمشي يغسل يديه وكيعاود يتوضا وكيرجع. ماذا بينا 10 ونص ديال الليل كنسمعوا الله اكبر، واش باقي شي عشاء؟ كيصلي عليهم، قتلهم بالعصا. تصور كتقول لي ارحمني يا ولدي، كيقول لها ماشي انت امي، ماشي انت امي. اللي عنده شي ام خاصو يقتلها، متشبت بالدين. انا كنطالب من سي الحموشي والسلطات المحليه، انا كنطالب باش يديروا لهذا السيد تحقيق اجباري، حيت هاد السيد 100% انه ارهابي وكيتطرف لشي خاليه. علاش؟ حيت كان اول حاجه كان هذاك حباس كيتقرقب كيتشمكر كيدخل الحبس. كيفاش ما بين ليله وضحاها؟ كيلعفوا والله كيعفوا سبحانه وتعالى، ولكن ماشي حتى لهذيك الدرجه غتشدين جلابه. الناس كيصليو معاه في الجامع، قال لك كيتوضا فوق الصلايه وسط الجامع، وعنده شي طقوس خاصه به ديال الصلاه وديال الوضوء. حنا كنطالبوا من سي الحموشي، هاد السيد حنا ها هو تعتقل دابا ياك عند السلطات عند السلطه، ولكن راه تقدر تكون باقا معاه شي وحدين اخرين حنا ما عارفينهمش. احنا ما عارفينش، حيت هاد السيد كان شمكار وكان كيصلي اون ديبار غنقولوا ماشي مشكل، ولكن ما بين عشيه وضحاها ملي كان شمكار كيدير الميكا ولا متدين، كيقول لامه لا غنقتلك. علاش ما انا واحد النهار كنشهد عليه خرجها مع 6 الصباح في الفجر، قال لي علاش اللي ما تفيقينيش للفجر؟ واش هذا مسلم؟ وخرجها للزنقه، هزوها جوج تهامده ما كيبانوا فيها لا عينين لا فم، قتلها، تكرفس عليهم. هاد السيده بنت خالو خرجها هي وبناتها، باتوا معايا انا في داري، باتوا معايا. كيقول لي ما كنحملش نشم ريحه الانثى في الدار، يا اما تكون ليا ولا غنقتل باها وامها وغندير ليها الخمار. هو معدي هاد السيد، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. حنا كنطالبوا بالاعدام، حنا كنطالبوا بالاعدام. هاد السيد خاصو يتعدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يعني الأم ديالو كانت صاحبة الجدة ديالي، يعني معرفة قديمة من بكري، وأنا ألمتني هاد المرأة بزاف، يعني عندها إعاقة هاد المرأة واش فيها ما تضرب. كنتمنى للإعدام، وكنتمنى من جميع المغاربة اللي عنده شي أم يحس بهاد المرأة، راه مسكينة ما كتهضر ما كتاكل ما كتشرب، يتعاونوا مع هاد المرأة ماديا. راه عندها ولدة مسكين كيخدم غير في النظافة، يعني ما فحالهمش، راه حالتهم كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. هاد المرأة راه غير كيعاونوها غير بعض الناس، ودركا مسكينة هي جلست في الكاروسة، شكون اللي غادي يعاونها؟ خاصة ليكوش، خاصة أدوية، خاصة بزاف الحوايج. كنتمنى من الجاليه المغربيه وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يشوفوا بعين الرحمه على وجه هاد الميمه اللي باقه. هذيك مسكينه راه ماتت، الله يرحمها والله يغفر لينا ولاها، الله يثبت على السؤال. مع عمر هاد الجريمه ما كانت عندنا في مدينه بوزنيقه، هذه راه ابشع جريمه. واش عباد الله كاين شي واحد كيقتل امه وامك تعذبت عليك 9 شهور في كرشها، وامك ركباتك، وامك خدمت عليك، وامك جرات عليك، وهاد الام تكون كيف ما بغات تكون؟ لا يمكن يقتل شي واحد الام ديالو، لا يمكن عباد الله يقتل شي واحد الام ديالو. هذا الشيء راه ولا لينا فجعه في قلوبنا، راه ولينا مراض نفسانيا، راه قعدنا وليداتنا. واش اخوتي اللي ناض يقول لك انا مقرقب نقتل امي، اللي يقول لك انا مريض في عقلي نقتل امي، علاش ما قتلش راسو؟ علاش ما مشاش راسو في البحر؟ علاش ما مشاش تعرض للتران؟ واش عرف غير يدقدق هذه المراه ويدقدق قم بوطه؟ عباد الله ما مريضش هذا بعقله، في كامل العقليه ديالو. حشومه، حنا مغربنا زين، وعاش الملك. وكنطلب من السي الحموشي والسي عبد اللطيف النبوي يتدخلوا في هذه القضيه باش هذا الشيء يحبس، هذا الشيء يحبس من المغرب ديالنا. واش عباد الله اللي مريض غادي يقتل
الام ديالو ويصلي يتوضا ويصلي. شوفي حنا ما كن الرساله ديالنا لجلاله الملك الاعدام لهذا النوع الاعدام باش حتى شي واحد ما باقي تماطع الام ديالو. هذا راه فات عنف ضد الاصول. هذا ملي غادي يقتل الام ديالو راه ما بقاش عنف ضد الاصول بزاف بزاف. ولا جواز جواز تلقيح واش المراه هاربه من محلك ويقول لها جواز تلقيح شوما واش هادي فيلم يتضرب؟ هاد المراه شوف مسكينه وجهها كامل زرق. هادي راه ما كتهضرش راه مسكينه بقى مقروحه على اختها ماتت قدامها. هادي راه خاصها طبيب نفساني بعدا يتبع ليها. راه راسها كامل مخيط راه 36 غرزه وراه دري 56 غرزه عباد الله وراه دري صغير لا تضرب راه ما كينعش بالالام. واش المراه عندها فوق 80 عام؟ هذه حاله لا 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 بشويه بشويه عليها بشويه. هذه حاله شوف شوف هذه حاله شوف شوف صور لها من الارض. شومة 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 والله شومة. غطيها غطيها البرد غطيها 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 غطيها. حيت المخزن هادشي كنقولو انا على ود المخزن ما كيداخلش في وقت مناسب ما كيداخلش كنخليك تجي الدم تنشوفو الدم عاد نجيو. علاش المخزن؟ حنا عندنا المخزن اللي يحمينا ما عندناش مخزن. حنا كنجيبو المخزن اللي يحمينا واش المخزن ما يحميناش؟ سوق شي خندق هو خويا قالت لك قالت مرت خو كتعاود قالت لك 3 ايام وكيقول لي مغارتكب جريمه 3 ايام يعني كيعلم فيهم وما قالوا راه ولدنا راه ما غاديش يقتلنا. مشاو عند ولدهم جلسوا عنده ومشاو للحمام وديك المراه ماتت مغسله عايمه ومغسله. حشومه هذا الشيء. الكلمه الاخيره كنناشد لجلاله الملك والسي عبد اللطيف الحموشي وعبد اللطيف النبوي ياخذ الحق. السلام عليكم. إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة إقليم بن سليمان.